اهلا وسهلا بيكم في قناة صحة وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهاردة يا جماعة هنكمل سلسلة فيديوهاتنا في رحلتنا في التخسيس من 137 كيلو حتى وصلنا ل 77 كيلو. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع حساس اثناء عمل الرجيم او اثناء الدايت او اثناء عملية التخسيس بصفة عامة، الا وهو استخدام الخبز. طيب، بصفة عامة يا جماعة الخبز احنا عندنا نوعين اساسيين في الخبز، ومعظم الناس ما بتقدرش تستغنى عن الخبز في حياتها اليومية. فالنهاردة عايزين نفهم ايه مشكلة الخبز من الاساس. اولا احنا عندنا نوعين اساسيين من الخبز يا جماعة. واحد الخبز الابيض. الخبز الابيض ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان هما بيجيبوا ده عبارة عن دقيق قمح مكرر. مكرر يا جماعة يعني عملية الالياف خلاص تم فقدانها، يبقى الخبز الابيض ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش الياف. طيب دي اول حاجه لازم نعرفها. تاني حاجه هو بيجيب القمح بيشيلوا منه الرده ويشيلوا منه الجنين القمح، فبالتالي ما بيبقاش عندي لا فيتامينات ولا معادن، لان معظم الفيتامينات والمعادن بتبقى في الحاجتين دول، في الغلاف بتاع الرده اللي هو من بره وجنين القمح. لكن معظم الدول ومنهم مصر برضو بيعملوا ايه؟ طالما ان هم شالوا الفيتامينات والمعادن في الحاجات الموجودة من دي، فبيحطوا فيتامينات ومعادن صناعية، ولكن تظل الفيتامينات الطبيعية اللي موجودة في القشرة اللي هم شالوها هي الافضل طبعا من المعادن والفيتامينات الصناعية اللي هم حطوها. تاني حاجة يا دوبك احنا اللي بناخده في الدقيق الابيض حاجة اسمها اللي هو القلب بتاع حباية القمح. طيب تمام. المشكلة بقى هنا ان احنا في حكاية القلب بتاعة القمح بيعملوا عملية تبييض للنخالة بمادتين اسمها بوتاسيوم بروميت ومادة اسمها كلورين ديوكسيد. المادة دي بتشيل زيت جنين القمح. طب هما بيشيلوا زيت جنين القمح ليه رغم ان هو ليه فوائد كتير؟ هما بيشيلوه علشان يعملوا حاجة اسمها يعني هما بيشيلوا زيت جنين القمح، لان زيت جنين القمح لو كان موجود مدة صلاحية استخدام العيش بتقل، فهم بيشيلوا زيت جنين القمح علشان استخدامك للعيش، العيش يطول معاك يبقى مدة صلاحيته في الاستخدام عالية جدا. طيب السؤال اللي هنا بقى يجي، هل استخدام الخبز الابيض بيسبب السمنة وبيزود الدهون؟ بالتأكيد ده حاجة احنا ما نختلفش عليها، ان لان بيحتوي على كربوهيدرات بسيطه بتتحول لسكريات عاليه، اول ما تاكلها بيفرز هرمون الانسولين بيدخل الخلايا اللي هي محتاجاه، ولو انت واكل زياده بتتحول على طول لدهون. طيب ايه علاقه العيش الابيض او الخبز الابيض بالدهون؟ قال لك في علاقه وثيقه ما بين الاثنين. في واحد اسمه غويل مارتنز جونزاليز. الراجل ده جاب 900 طالب جامعي، هم كانوا في جامعه في اسبانيا، فاداهم خبز ابيض واداهم كام في اليوم؟ 60 جرام خبز ابيض. وجد ان كل ال 900 بني ادم دول اللي اداهم 60 جرام خبز ابيض لمده 12 اسبوع زادت عندهم عمليه زياده الوزن، وزاد عندهم السمنه بنسبه 40%. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا يا جماعه، اولا الخبز الابيض ما فيهوش الياف، فبالتالي ما بيقعدش فتره كبيره، بيمتص بسرعه في صوره سكريات عاليه، بيتخزن بسرعه في صوره دهون لما يخرج له هرمون الانسولين. طيب نيجي بقى للنوع الثاني من العيش اللي هم بيوصفوه دكاتره الدايت كلهم، الا وهو الخبز الاسمر. في واحدة كانت متابعة معايا، وهي أكيد شايفة الفيديو ده وهتشوف الفيديو ده وهتعرف، أو هي عارفة نفسها كويس، كانت متابعة الوزن. المهم هي كانت ماشية حلو، خست، فكانت من ضمن الاستشارات بتاعتها إن هو أنا ممكن آكل عيش سن؟ فأنا قلت لها تمام. فجت في 3 أسابيع قالت لي إن هي ما نزلتش ولا كيلو، فاتصلت بيا فبتقول لي أنا ما نزلتش، فبقول لها أنت عملت إيه؟ فلقيتها إن هي بتقول لي إن هي مرة لما أنا قلت لها عيش السن ماشي أوكي كلي، فراحت جايبه 10 ترغيف عيش سن كلتهم في يوم واحد. فطبعا الكلام ده غلط يا جماعه. خدوا بقى القاعده الاساسيه، عشان دكاتره الدايت بيقولوا ان العيش السن ما فيهوش سعرات حراريه وتاكل، تقدر تاكل براحتك. رغيف الخبز الابيض بيساوي عدد نفس عدد سعرات حراريه بتاع العيش السن او الخبز الاسمر. طب امال ايه الفرق؟ الفرق في كميه السكريات والالياف. العيش الاسمر فيه الياف كتير وسكريات قليله، فبيقعد في البطن مده اطول وبيحافظ لها على سلامه الامعاء وبيغذي البكتيريا المفيده اللي موجوده في الامعاء، دي الفايده بتاعته.
ولكن السكريات اللي فيه قليلة. لكن التاني السكريات فيه عالية، والألياف طبعا احنا قلنا في عملية التكرير بتاعة القمح انعدمت تماما. تمام، يبقى هو ده الفرق. لكن كل 100 جرام من خبز ابيض او خبز اسمر بيحتوي على 252 سعرة حرارية، فيظل الخبز الاسمر مهما كان هو خبز من القمح، فبالتالي سعراته الحرارية عالية. يا ريت نفهم الموضوع ده. طيب ايه فوائد الخبز الاسمر بالاضافه للفوائد اللي انا لسه قايلها، اللي هي بالحفاظ على سلامه الامعاء، الحصول على الشعور بالشبع لفتره اطول، بيساعد في حرق الدهون اللي هي خاصه في منطقه البطن، بيقلل لي نسبه الكوليسترول السيء اللي هو ال LDL، بيقلل الاصابه بخطر مرض السكري، بيقلل الاصابه بامراض القلب، بيقلل الاصابه بامراض السكتات القلبيه والسكتات الدماغيه، بيقلل الاصابه بضغط الدم. بالاضافه يا جماعه خلي بالكم ان تناول الخبز الابيض ربطوه بزياده الاصابه بامراض القلب والسكتات الدماغيه. تمام؟ طيب دلوقتي عاوزين، هل عيش السن، السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل عيش السن بيزود في الوزن ولا بيخسس؟ للاسف اقدر اقول لكم ان عيش السن بيزود في الوزن. ليه؟ انا عايز اسالكم سؤال، هو عيش السن عباره عن ايه؟ عباره عن رده. طب لو انا اديت شويه رده لواحد عايزهم يكونهم لي في صوره رغيف زي اللي انتوا بتشوفوه او اللي انتوا بتجيبوه من البتاع، هيقدر؟ مفيش يا جماعه، مش هيحصل. ليه؟ لان عيش السن احيانا علشان يظهر بالمظهر المتماسك ده بيضيفوا عليه عسل اسود، وبالتالي سعراته الحراريه بتزيد، وبالتالي بيتخزن في صورة دهون. طب يا دكتور احنا كده يعني مش عارفين ناكل ايه لو اثناء التخسيس واثناء الدايت وعايزين عيش صحي، ناكل ايه؟ اول عيش صحي ممكن تاكلوه عيش بذر الكتان، خبز بذر الكتان. ده بيبقى فيه كالسيوم وبيبقى فيه مغنيسيوم وفيه بوتاسيوم وفيه الياف وفيه احماض دهنيه اساسيه، عادي ممكن نستخدم اثناء التخسيس. تاني حاجه عيش الجدور، الجدور ده عيش بيبقى خالي من القمح، ما فيهوش قمح خالص، وبيبقى قليل في السعرات الحراريه. ثالث عيش عندنا خبز اسمه الشوفان، الشوفان كلنا عارفينه، ده بيبقى مصدر رائع للكربوهيدرات المعقده، بيفضل في المعده فتره طويله، بيحسسك بالشبع لفتره اطول. ثالث حاجه خبز الارز اللبناني، ده بيبقى خالي من السكريات وما فيهوش سعرات حراريه. اخر خبز الخبز الخالي من الجلوتين، وده الانواع دي كلها يا جماعه اللي هم الخمس انواع اللي انا سميتهم دلوقتي، دول كلهم بتلاقيهم في المناطق الراقيه، ما عدا خبز الشوفان بتلاقيه مشهور جدا، ممكن تجيبوه وتستخدموه اثناء عمليه التخسيس. غير كده الخبز ما بيبقاش صحي اثناء عمليه التخسيس. طيب اثناء الدايت ايه نصيحتي للناس اللي هي اثناء الدايت وتنزيل الوزن؟ انصح بالامتناع عن جميع انواع الخبز لحد ما اوصل للجسم المثالي، ولما اوصل للجسم المثالي استخدم الخبز في حدود سعرات الحرارية اللي انا بتناولها يوميا. بكده يا جماعة نبقى اكيد وضحنا ان العيش السن نفس السعرات الحرارية بتاع العيش العادي، ال 100 جرام من كل نوع نفس اللي هو العيش اللي هو الخبز الابيض، ال 100 جرام في حدود 252 سعرة حرارية عشان محدش يضحك علينا. تمام؟ خلي بالنا يا جماعة ان اثناء الحرب العالمية الثانية بعد ما خلصت العلماء عملوا مشكلة في القمح. ايه هي؟ هجنوا القمح بمادة الجلوتين. فالناس لما بتاكل اي حاجة مصنوعة من القمح، اي حاجة، بيجي لها حاجة اسمها حساسية الجلوتين. حساسية الجلوتين بتؤدي الى ادمان تناول العيش. خلي بالكم من النقطة دي، ادمان تناول العيش، وادمان تناول العيش بيؤدي في الاخر الى هشاشة العظام. عشان كده تلاقي معظم المصريين وخاصة الناس اللي بتاكل عيش كتير بيؤدي لسمنة، بيؤدي لهشاشة في العظام. خلي بالكم يا جماعة، مادة الجلوتين اللي موجودة في القمح وكل ما يتصنع من القمح، عشان في مادة الجلوتين بتديني حساسية الجلوتين، وحساسية الجلوتين بتؤدي الى ادمان تناول العيش، وما اكتر المصريين اللي مدمنين في تناول العيش. تمام يا جماعة؟ بسبب تهجين القمح بمادة الجلوتين. تمام؟ نصيحتي النهائية ان اثناء عملية الدايت واثناء تنزيل الوزن ينصح تماما بالابتعاد عن العيش تماما ايا كانت انواعه، الا الخمس انواع اللي احنا قلناهم: خبز بذر الكتان، خبز الشوفان، خبز الجردور، خبز الخالي من الجلوتين، وخبز الارز اللبناني. وبكده يا جماعة اكون وصلت لنهاية حلقتي.
اتمنى ان كلكم تكونوا استفدتوا في الحلقه دي. يا ريت الناس ترجع تشوف المحتوى اللي انا بقدمه على القناه. لو عجبك المحتوى اضغط لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله كل يوم في فيديو جديد. ويا ريت تشيروا القناه لكل اصحابكم علشان يوصل لهم ويستفيدوا من اللي احنا بنقوله. شكرا ليكم، كنتم في قناه الصحه والتخسيس، وكان معكم دكتور حنس حشمت. شكرا.